الفائدة والغاية من هذه الصبيحة تحققت على الأقل في واحد المنظور ديال أن الوليدات تمكنوا باش يكتشفوا المسارات الدراسية اللي كنا في التعليم العالي سواء في المؤسسات ديال مدارس الهندسة أو مؤسسات مهن الصحة أو مؤسسات البيطرة أو مؤسسات ديال الهندسة المعمارية. القواعد وبعض البراهين قليلة في شيء أمور وتمارين وتدريب وتكون هذا هو التحصيل وتتكون المعارف ديال الرياضيات احيانا شبه مستقله انا يقدر التلميذ يفهم لي سويت متتاليات وما يفهمش لي فونكسيون ويقدر يفهم لي فونكسيون وما يفهمش لي سويت ويقدر يفهم الاناليز كومبلكس سير شويه ديال الفوضى فيها شويه كاين اللي ما كيبغيش يدخل لكاع في راسو علاش غنقبل انا ايكاريد المهندسين ما جاب السلام عليكم سميتي انا سيراوس عندي 18 عام انا عام الاخر ديالي بكالوريا هي البكالوريا ديالي عند ليسي هو كاين بكالوريا قين كاين في حي النور حدا باشي كليو شو مونسيون ديالها 1542 على 1562 المهم 3 سونتر دو فورماسيون كنت اقول واخا كيقولوا في هذا الشيء وداكشي ولكن حنا كنشوفوا بعيد ان شاء الله بزاف اختارت الميديسين شفت اليوم الناس هكا اللي سابقينا عملنا دي فورم دافو مصير مزيانة وكتحاول تفكر يعني كاينين بزاف طرق اللي انت اللي ما شفتش الباك زوين ما شفتش الباك مزيان ما شفتش الباك حاجة ممكن فيما بقيتش خدمة دير لي فيستي دير هكا تبقى تفعل ويسجل تبقى تفعل في الدوزيام اني الثروزيام اني حتى الكاتريام اني تبقى تفعل تاخذ ديبلوم ديال الانجينيور وتقدر تخدم في ميديسين وديجا دير اي حاجة المهم مستقبلك مضمون خاصك تكون قاد وتقرا مزيان Je suis M. Sassari, je suis là en tant qu'enseignant de la branche de CG, École nationale de management et de gestion à Casablanca. Mes élèves sont là pour postuler un diplôme, un concours, je veux dire, pour passer ce concours. Le concours exige une moyenne de 15 sur 20. Les élèves peuvent espérer bien sûr décrocher ce concours et pouvoir poursuivre leurs études dans cette école qui promet beaucoup de choses. Ils peuvent même avoir une possibilité de poursuivre leurs études en France. L'ENCG est trop demandé de la part des élèves bacheliers parce qu'il a des perspectives prometteuses en Maroc. Ils peuvent bien entendu réaliser ce facilité.